كل مكان. زميلنا أحمد أبو حماد موجود معنا اليوم على الرغم من الظروف الجوية القاسية خليني أحكي، لكن مع هيك قافلتنا مستمرة، فمنصبح عليك يا أحمد. نعم، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الأجواء الباردة والشتاء والمطر، أمطار الخير. نصب عليكم مشاهدينا، نصب عليك أيضا. طبعا إحنا بنتحدى جميع ظروف الحياة الصعبة، بنتحدى الأجواء، بنتحدى كل شيء لحتى نكون معكم على الهواء مباشرة من جميع مناطق ومحافظات المملكة. أوجه تحية صباحية لفريق قافلة برنامج يوم جديد، شخص شخص اللي جد يعني آثروا على نفسهم حتى نكون معكم على الهواء مباشرة ونورجيكم كيف الأجواء راح تكون برا. نكون معكم في إطلالة صباحية مميزة من جبل القلعة. طبعا مشاهدين اليوم راح نكون معكم من محافظة العاصمة الحبيبة عمان، عمان الأصالة والتاريخ، عمان الحاضر والمستقبل، عمان ربة عمون وفيلادلفيا، عمان اللي بتزخر بوجود العديد من المعالم الأثرية واللي تعاقبت عليها عدة حضارات عريقة عبر العصور المختلفة. اليوم إن شاء الله راح يكون لنا عدة إطلالات من هذا الجبل المميز، راح نتعرف من خلاله على آثار جبل القلعة، وأيضا راح نتعرف على متحف الآثار الأردني. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد. طبعا أنا بوجه رسالة ونصيحة لجميع المواطنين يتوخوا الحيطة والحذر، لأنه المنخفض الجوي بلش يأثر على المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه تحية صباحية من فريق قافلة برنامج يوم جديد ومن زميلنا معاذ الجحاوشة. صباحكم سعيد.